هناك إشكاليات هي إشكاليات اجتماعية بالأساس وتعطاها طابع قانوني لتحريمها، بينما هي إشكاليات كانت في المجتمعات منذ القدم ولا يمكن أن تزول بإجراءات زجرية قانونية، وبالتالي على المجتمع أن ينفتح عليها. أن المجال الآن ديال المغرب فيما يخص توسيع الحرية دياله سمحت له باش يعبروا الناس على هذه المطالب بشكل عمومي، أظن بأنه لا بد من أولا الحذف ديال الزجر القانوني، ولكن هناك إشكاليات لا بد من إيجاد لها حلول أخرى ديال كيف التعامل عموميا مع هذه مثلا الإجهاض بشكل علني. ونعرف بأن الإجهاض موجود، الإفطار في رمضان كنعرفوا بأنه الناس كيفطروا، واش هذا كيجعلنا نطرحوا الإشكال الذي طرحناه في المنظمة، هو ما هو النظام العام؟ هل النظام العام هو الذي حددناه سنة 1996 يعني آخر دستور؟ ولكن نظامنا راه تطور، فما هو؟ إذن لا بد كذلك أن ننكب بشكل رزين وهادئ عن ما هو المحددات ديال النظام العام. هل الإفطار علنية هو مهدد للنظام العام؟ وهل سنهدد مجتمعا لأن مجموعة من الناس اختاروا الإفطار؟ يعني هذه كل إشكالية تطرح في نظري، أحيانا كنعطيوها أكثر من الحجم ديالها.